رجل ما يبدأ قوله بذكر الله خايب ولا تصغيل هلا ذاني يا هجس الشايب تعال وقرب أنا دليلة يا هجس الشايب تعال وقرب أنا على بدع الشعر والهاني حتى لو إنك عاقل وما شاء الله أبغيك تطرم اسمع الشيخاني يبغاك تقف وقفة مشهودة مثل ما وقف لليمن سلماني قال احتسم بي وابشر مطلوبك أمر تدلل الوطن كيفاني قلت ابشر ابشر وازهل اللي يبقى ما بعد شعري غير صح لساني ايه سلام يا ربيع صابت راسي يا صلب جدي من منين الجاني الم مشاث العزوة النارية الم مشاث العزوة النارية حمر العيون حمر العيون ومحزب ملياني الم مشاث لا بدالك لازم عنز عليهم لا تدور ثاني الم مشاث يا القرو المملي ما بين حيل الضار والقعداني في ظل الشيخ ذكره يشرفنا راي السديد ومدحت التعناني ابو يمين اللي اعطت مدتها تغني قواصل قوم قبل الداني جاب راب الملحة فعله وقف في قمت كل اللي اشف داني استاهل جاب راب الملحة فعله وقف في قمت كل اللي اشف داني ابوه فيها قد حجز مقعاده سافه ورحبه وطرباني هذا مكان اللي يشرف ذكره شرواك يا راع الفؤاد الحاني ما كنك الله غير باكر واسمي لو هل في صحراء قد تقيعاني وكل القبائل ونعم بطاريهم كل معه فعل ومعه برهاني باسمي وبسم الله بهالمسمية أسوق ترحيبا وله عنواني يا مرحبا ترحيب ما هو يوصف ولا وصفت صار به نقصاني نثريه في وجه الشجاع المطلق شر الضيوف وكل من هو عاني ونعقبه وجه الردي والهامل سلم لنا من ماضي الأزماني والوجه الأبيض والنوايا البيضاء والشيمة اللي تحكم الشجعاني والفزعة اللي بعد فزعة ربي اللي تجلي الهم والأحزاني والفزعة اللي بعد فزعة ربي اللي تجلي الهم والأحزاني والمدة اللي ما هي ممنونة تطلق القاب وتقضي الدياني هذه تراها كل بها فيكم يلي وقفتم وقفت تنباني الشكر لله ثم للي وقف شكرا عدد ما هل تلم زاني أنتم لنا بنك الرصيدة واذي يروي العطاش ويغني الفقراني وحنا لكم في كل يوم من محزم على مر الزمن ملياني وسلامتكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. وقبل القصيد بيض الله وجيهكم يا صبيان الشملة تجملتوا ونومستم أنفسكم ونومستم بني عمكم ونومستم قحطان كلهم بفعلكم الغانم وهذه 15 مليون ما تشيلها قبيلة وأنتم مطاليق لكن ما فيكم تجار حتى يشيلون هذا المبلغ لكنكم تجار طلاقة وتجار علم غانم وتجار عزيمة والحقيقة علمكم يجمل قحطان كلهم والله ما كل قبيلة تشيل 15 مليون وهي بهذا الحال أكثر القبائل بدو مطاليق لكن ما يملكون الأموال ويقول كم فقير الا بدا لازمه يرجع كم فقير الا بدا لازمه يصبح غني وكم غني لا بدا لازمه يصبح فقير الرجال بعضهم اغنياء لكن لما جاء لازم الله المستعان بالنسبه للدين ما يتدين الا المطاليق والرجال الكفر اللي لهم وهمات ولهم على ما قال هقاويهم بعيدة لكن هذا حظ اللي ينجح واللي يسقط ويقول أغلب وقوع الصواعق فوق قمة جبل ولا الحفر في الطمان اللي ترابه وخيم والحمل ما يثقل إلا فوق ظهر الجبل والفقر ما هو يحل إلا ببيت الكريم المصائب ما تجينا عند الرجال الكفر والدين ما هو بعيد. بالنسبة للقصيدة يقول بيض الله وجيه مدورين الجمايل والمطاليق في وقت الظروف الصعيبة يا الشملان راح العلم بين القبائل ومن سمع بالعلوم يقول ما هي غريبة لا الشملان ورث من الجدود الأوائل الفعايل تنومس والمجاني عريبة سعد منهم ربوعة لا قد الشد مايل
سعد منهم ربوعة لأقد الحمل ماير لا تذكر قريب الجد فزعته قريبة فزعتك يا ابن عمي قبل شد الرحايل ولا توجد علي لا رحت تحت النصيبة فزعتك يا ابن عمي قبل شد الرحايل ولا توجد علي لا رحت تحت النصيبة في الرفيق الموالي ما تحصل بداية يعتزيبك يا شادي يعتزيبك ولا شان الزمن تعتزيبه ولا معك غير ربعك ولا معك غير ربعك ولا معك غير ربعك جد ولا معك غير ربعك جد ولا صمايل صف عزنا تضد بالصفوف المهيبة والله أن الفلك دوار والحول حائلة وآخر الوقت يضوي كل ليلة مصيبة والله أن الفلك دوار والحول حائل وآخر الوقت يضوي كل ليلة مصيبة والغني من على الدنيا يسوق المخايل وضايع الراي من يركن بماله وجيبه يركن اللي ابن عمه عيال الحمايل اللي بغى العون بعد الله لقى من يجيبه والدواهي اللي جات المصايب قلايل والحضر واحد منهم يساوي كتيب يقدح الراي بالناموس والجمع ضايل لان غصب على اللي يسمعه يكتديبه ثم جمل ابن عمه عريب السلايل مطلق النوم السلي طاع رايه بطيبه والفعايل على طيب النشامة دلايل وراعي الغانمة حظه وهذا نصيبه وندري ان الفعايل ما تجيب السهايل دونها يقطع الجوال راعي النجيبة لين يوصل بعد شوف النكد والهوايل لين يوصل بعد شوف النكد والهوايل وكسب كلمته ونعم وجعل ربي يثيبه يا الشملاه ستر من قضات الجدايل يا رم يا مراد الضيوفة للسدور الرحيبة يا الشملان ستر من قضات الجدايل يا مراد الضيوف أهل السدور الرحيبة تنشر البيض في كل الصحف والوسائل ثم غنت بها الورقة الحون العجيبة تستحقونها لغنوا أهل المذايل ما رضيتوا على عماش تمشي الغليبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته الله يسعد مساكم جميعا بالخير والله يعيننا وإياكم أيال الله وجيه صبينا لشملان وبيل الله وجيه المطاليق اللي فزعوا بأموالهم وفزعوا بجيهانهم وحقيقة التكريم هذا والله لعنا نحس أننا قصرنا مع هذا التكريم الذي قمتم به والشيطان أيها الأحباب والعياذ بالله يقف مع الشخص قبل الفعل وأثناء الفعل وبعد الفعل فإيانا أن نغتر جميعا بمداخل الشيطان والعياذ بالله وأسأل الله جل وعلا أن يجملهم وأن يبيض وجيههم دنيا وآخرة أبيات واعذروني إذا كان فيها قصور وهذا عادة ابن آدم يا رب نسألك الهداية والثبات سبحانك اللي فوق عرشك معتلي أرحمني يا من غدا عظمي رفعت رصرت في وسط القبر تحت الصلي القافي يرعد في قنوف مرزمات في مقدمه نون وبرق يشعلي هلت مزونه بالتحايا وبركات تنثر ورود الطيب والمخرج ملي ناديت حاول حين قد هي مقبلات وتساحمت وتقول لا تستعجلي مترتبه ومجهزه متسلسلات اخر ابيات نظم مثل الاولي كانها حليب النوق ذود مهملات ترعى القفار وتمشي ديارا خلي يحمونها قوم ترد المخطيات بما التاج اللي تصيب وتقتلي ترفع كفوفا بالتحايا مفعمات تسليم يا حضار وسط المحفلي صافح أهل الطيب وأهل الطائلات صفال شملان الجبال الزحلي صفقوا يا جماعة صفقوا في المستهلو صافح أهل الطيب وأهل الطائلات صفال شملان الجبال الزحلي هل وقفت أن تذكر بوقت النائبات فدعتهم عاد الزمان الممحلي يقدم لهم شيخ علومه وافيات شيخ الكرم والطيب جابر بن علي يستاهل ليقبلوا فوق الخيول المسرجات يهتز مصر والعراق الأسفلي دكت حوافرها مثل دق طبلات بعنانها يوم المعارك تصهلي صبيهم من خلقته ما قال هات تمد كفن بالمكارم تجملي أفعالهم عاد السنين الممحلات واللي وزى فيهم همومه تنجلي أقولها وأنا على قولي إثبات واللي يشكك في كلامي يسألي يوم النبو جابر صبي المكرمات عماش كفن بالصفات مكملي حدث صلفات الليالي المعسرات والفقر شينا ولا عليهم حولي ينفع هذا الفجعات من كل الجهات
عبر القصائد والمنابر يرسلي فزعوا بني عمه نصهم خيمات فيها الكرم وشحمضان الحيلي والبر والقعدان وإكرام الحوات والعود الأزرق والدلالة تهيلي سأقول ركايب والجيوب محملات الرعد يزكم والمزونة تهملي في مخيم الوعرة فعول بينات في ساعة فيها المواقف تذهلي فزعوا لهم ربع تحل المشكلات أهل الديون رجال بيضان فعل بيضف عايلي من الرجال اللي تعرف الواجبات كل القبائل بالمعاون تقبلي تنافسوا من هو يجيب الأولات محد حسب للمال لو كف خلي قالوا من المبلغ ملايين وميات 15 مليون كاش وماهلي واللي بقى قد صار فيهم عملات حتى سجن عماش صار مكبلي مضى على سجن شهور وسنوات غدا ورا باب قطيب مقفلي قضى حياته من شتات في شتات لين انتخل يحيى صبي جاهلي صرخته هزت من عدن حتى الفرات حداه وقته والزمان المايلي فزعوا تهامه وقبلوا بمعاونات لله بهاللي بالوفاة تستاهلي واليوم جابضها الفرج والحين جات ساعة فرح والهم عنهم زايلي ترفع لهم بيضاء بروس النايفات من الحديدة للخليج الساحلي ستر الهنوف من العيون مكحلات متبختلة بالطيب وانواع الحلي لو قلت فيهم مدح شعر معلقات ما دمت حي مدحهم حق علي أثقل حمل الديون المعجزات وأكبر خطا زلة لبيب العاقلي ولا العمر لحظة ومن بعده ممات والعبد رو يمهل فلاه ويهملي لا بد له ميزان سيه وإحسنات تنطق عليه عضاه باللي يفعلي يا ربي اللي تعلم بغيب النيات أدعيك ترضيني بما قد قسملي وصلاة ربي في ختام المفردات على النبي طه رفيع المنزلي صلى عليك الله يا وافي الصفات يفداك ما أملك من منال وهلي سلامتكم فضلك وطنالك وانت خير الرازقين والكون ملكك والخلايق وانت واليها ولي والمد مدك يا كريم ما ترد السائرين افزع لي من شان الصعيد والزمان مطولي والدين حين والطريق اصبح ورا باب الرحيل والحبل كايد والديون الضيع المستقبلي عما شيء قلت عيلته الى متى يبقى سجين ولا بيقبل لازم الا من يقول ويفعلي لانه من الانشاد اللي تجعل القاسي لي معتزا فيهم وقال اليوم ربعي يا هلي قالوا تهم الطيب نومك واعتبرنا جاهزين وكل رجال بطيبه وده انه الاولي في راي شيخ المواقف جعلك ايام السنين هذا ابو اسعد جعلي اسعد في الحياه ويجملي ابن الحجاج اللي نصيته وانعطى مطلق يمين ويا فخر والله من تعز والبسم جابر بن علي ياخذ ويعطي في الجمايل من يسار ومن يمين يحسن كما العد القراح اللي بجاذبه الدلي لانه من اسيد الرجال اللي مواقفهم تبين من صدق روسال السري يوم الحرايب تشعلي ركن من اركان بحطان بشرطهم في كل حين ذكر قحطان العريبة كل أمن ينجلي قحطان قحطان ابن هود أهل الظفر دنيا ودين تشهد لهم درب وثراها والنجوم الزحلي تلقانا باهم في كتاب اسمه رياض الصالحين والأم على التاريخ فعلا ينكتب ويسجلي والعلم من باقي القبائل واسمعوا يا سامعين إذا اقتصرنا واختصرنا ما يخص وما يلي لأن القصور إذا حصل من عند راجح بن حسين ترسيب الحقوق انهي علي وانهي يلي. عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. أول شيء فالمشاهدين يستاهلون المدح، والله أنا ما قفهم مع رفيقهم إنه يجملهم، والشعار قد مدح ونكتفي با إذا قد مدح أبوهم في الحماد في المدح بعده. أنا بخرج على الموضوع، يقول قالوا تغزل قلت وقت الغزل راح، فات الشباب وحل وقت المشيبي، أبغى تغزل كل ما بارق الله في مزرة منها يسيل الشعيبي، برضا خلا ما داجها كل سواح، ولا علي من خلق ربي رقيبي، فيها يزول الهم والقلب يرتاح، وحس بأن الكون كلها نصيبي، الهم ما له درب والضيق ينزاح، والخاطر المشحون فيها يطيبي، مع ذبي مختص شعة وجراح البر يغني عن علاج الطبيبي، أسج به من مغرب الوقت للأصباح، ومن الصباح إلى الوقت المغيبي، واللي معي شاعر وراوية ومزاح، والعارف اللي كل هرجها مصيبي، ناخذ لنا أسبوعين مسرى ومسراح في ديرة جوالها ما يجيبي، ناخذ لنا أسبوعين مسرى ومسراح في ديرة جوالها ما يجيبي، نسمر على نور القمر لين ينباح، ما نسمع إلا الذيب يقنب قنيبي، يعود القرض والبل أشكر يا فاهري يقند كل راسنا صليبي، هذه هي الخوة ما فيها تمصلاح، اللي بجيب فلان كانها
بجيبي، ونهاية الرحلة وعدنا لي لا أحبر الحياة دمسال ذاك الشعيب وسلامتكم جميعا. الأمر الأول، أنا والله أني تأخرت، ولا ودي أني تأخرت، لكن ديارنا بعيدة وتعذرونا على البطاء. جيت وبرفقتي خوي المطلق سعد بن جربوع الحبابي ومهند البشري، استاهلون. أنا والله العظيم أني ما أعلم بالحفل الخطابي إلا من رأي بن غابية قبل شوي، وعادة عذرونا. أنا قلت قصيدة قبل ذا الماقف، وانت خيفيكم يا لسري، وانت يا لسري حمايتم من يوم عاد بقى عصبية، وانت خيث فيكم، وانا داري والله انكم بتشلون حمل ضفيزكم في ذي وفي غيرها. القصيدة انا بعطيكم قصيدتين، وانا والله ماني بحب اقول قصيدتين في منبر، لكن تعذرونا. صلوا على النبي. قلت يا لسري ردولنا علم عماش، اما تركوه يموت ولا فزعوله، الوضع يبغى فجعة تبرد الجياش، كلا على ما قيل يشعب ذلوله، وانتولها في كل مسرى ومغباش، قبائل ما دينكم بمغلوله، ميقافكم لمشحن كل رشاش، جمعك حطان وجمع ياما اشهدوله، ما باقي الا وقف تندون هلاش، يرقب عليه الليل يرخي اسدوله، فلا عاش راس محت ما فيه لا عاش، وخابد ذراع ما تسل الحمونة، وانت والله بيضان وجيه وشليت الحمولة وبيض الله وجيكم. أما القصيدة الثانية فقول فيها يا الله يا من بيدك الجنة وفي يدك الجحيم، يا رب طه والفلق والغاشية، ولم ترى أنت العليم اللي بما كنت ضمائرنا عليم، وانت الرجاء وانت اللجاء وانت الأمل وانت الذرى، اسمع دعائي يا دعيتك بين زمزم والحطيم، ويسر لي أمري دامني باقي على وجه الثرى، واعتق رقبتي من عذابك يا غفور ويا رحيم، ارحمني اللي صدت يا رحمن فيما قف زرى، وانا تعوذ بك من الاشراك وابليس الرجيم، وارجيك لانك رب طيبه وانت رب ام القرى، اغفر ذنوبي واهدني على الصراط المستقيم، احفظ لساني عن كلام ما يباع وينشر، وانشحت كفوف الأوادم، قلت يا الله يا كريم أنت الغني وحن تحت حكمك ضيوفنا وفقرا، يا الله وانا اللي يوم جاني من صدوف الوقت ضيم، سجدت لك سجدت سجدة جريح شاف نفسها في حارة، فزعتك اللي تجعل المحتاج في خير ونعيم، وتعلم اللي ما كتب وتعلم اللي ما قرى، ضمتني الدنيا عساني من عواقبها سليم، وهي جرح ورعوج المحانية ما برا عز الله انشرهتك يا جرحي على الليل العتيم، هيبك يوم اقبل ولكنه تعداك وسرى، واللي جرى في وقتنا الحاضر وفي الوقت القديم، يثر على نفسي وانا راضي بكل اللي جرى، لو انها ما غير غلطه تعتبر غلطه غشيمه، ما نسى حبه ميه ولا نسى واحده سرى، لكنها عندي اليمن اتمثنت في الصميم، عاد اهم اللي قدم واللي رجع عنا ورا يطيح من عيني، لو انه كان في عيني مقيم وصد عن وجهه، سواء كان من بدوى او قرى، لكننا يا اهل السوالف قبل سينه وقبل جيم، عن اذنكم بقول موضوع على بالي طرى، وش رايكم في اللي ورانا ما تقول الا شريم، وهو الوكاد انه على رؤوس الرجال افترى، هذا حسبت انه نديم اللي وثر ما هو نديم، قام يتقفى واحد حطه على قمه كرى، بعد السنين اللي مضت ست بنظرينها غريم، واليوم بانت لي علوم من دون هالقلب انفرى، وانا مديح واحمد الله واشكره، ماني ذمي معطيني الله هيبة ملوك وتقدير المرى، ما عليكم زور، وانا مديح واحمد الله واشكره، ماني ذمي معطيني الله هيبة ملوك وتقدير المرى، لي اجف انا واحد مثله والله العظيم، احد ملصق في ظهور الناس يا ناس، ابغار الباب يا سعله جمل وصدورنا روضة خليم، احياني اجو نزورة واحياني يقهونا إجوارا، أما خويا يعتبر من بين خلق الله عديم، اللي يا مدحني ما دريت ولا مدحتها ما درى، ولا بلاش وربك أغناني عن عيال الحريم، وكل يرى على حسب ما هو يرى، وأنا أرى أنا أعطي الدنيا قفا وقابل الليل العتيم، واسمر مع بحر الخيال وجرحي اللي ما برى، وسلامتكم. كثر الله خير كل من شارك في دين عماش وكتب أجره وخلف عليهم في أموالهم خير. أنا حقيقة ما عندي مشاركة إلا أبيات قديمة قلتها تضامن مع مقطع الابن يحيى بن عماش، عندما قال خرجوا بابالنا، أنسجن عماش وابنه ما بعد غلق فطامه،
والنشد عن بوه قالوا بس جمه بداري يق حطان انفزعت في نجد ولا في تهامه افزعوا لفزعتي يسري باسود الغداري قد نصاكم خرجوا بابلنا هذا كلامه افزعوا لخلجت الام اللاش وانا ابو مشاري عز يا دولة نظيم اهل المواقف والزعامه يا سندنا في نهار فيه بياع وشاري سلامتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميع والله يحيي ضيفه. وأعتذر عن التأخير، والحقيقة هذا المحفل رد ثنا للرجال اللي قاموا مقامني يبيض وجيههم، فالله يبيض وجيههم ووجيهكم جميع وقولوا آمين. ولا يشكر إلا الطيب، يقول عايض القرني الناس ما يمدحونك إلا بسبب قوي، لكن يمكن يذمونك بدون سبب. فالله يبيض وجه من جمل، والله يحيي عماش ويخارجه، ولا أحد ينشد عماش يا غدام قروش، والله أنه ما يعلم زينا. فأنا هنا رفيق العماش وارحب بضيفانه، والله يقبلكم. يقول يا مرحبا ترحيب قدر ومودة، ترحيب تنتثنى على فال وعقال، ترحيب تنصدع تمجر هدة من قلب ولسان وهجوس على بال. باسمي وبسم الله بهالمستعدة عند الرفيق وعند ذربين الأفعال، رحبت والترحيب عيده ورده، قدر لكم يلي تسدون الأحوال، أهل الجميل اللي لزوم النعدة لعد تفعول الرجاجيل الأبطال. أنتم وسبعا عام في كل عدة، عون الدريك اللي عليها الدهر مال، يا عون من قام الظروف تحده لين صك ودونها الباب بقفال، قمتم مقام فيه فزعه من الده، وهذه طبوع معرب العم والخال. قمتم مقام فيه فزعه من الده، وهذه طبوع معرب العم والخال. اما فزع واعطى مع القوم سده ولا عفا واخذ الجميل عن المال، وانتم مع من بيح الوقت سده جميلكم لو زالت الارض ما زال. أخصكم من كل دار وبدة، وأشكر مساعيكم على كل الأحوال، يا كل شغموم يفاخر بجده، ترفع لكم بيضا على رؤوس الأقذال. ولا الضعيف ما يجيكم مسدة، لا هو بستار ولا هو بجمال، لو مالها أكثر من حلاله الجدة، واسمه يطر مع رجاجيل الأعمال. أقول لو ماله ما يقدر يعده، ولا فزع به عند من حده الجال، فاللي ما يقضي اللازم ولا يسده، ما هو برجال إلا وين قال رجال. اللي ما يقضي اللازم ولا يسده، ما هو برجال اللي ويقال رجال. ماني بعده لو عيال التعده، وقلت الصحيح وكلمة الحق تنقال. وسلامتكم جميع. رجالنا راعي يمين مطرقة وراعي علوما غانمة، وهي لله جل وعلا. نظمت فيها بيات، وفي بني عمه، وفي قبائل آل السري، وفي سنحان، وهم أهلها ويستاهلونها. ويعذرني باقي القبائل أفداكم. يا راعي البن الأشقر والنجر والدلال، صبه وقدمه لمغفلم ويستاهله. يا راعي البن الأشقر والنجر والدلال، صبه وقدمه لمغفلم ويستاهله. نعمين يا وافي البلدة كريم السبال، أبو سعود الشلي لمنجة الدايلة، في واجب الضيف يرخص مقنيات الحلال، من طيب فاله يعرفون العرم مذهله، العود الازرق وفعل الطين من كل رجال، يتعب على المرجله واتعب عليها هله، مدات جوده مثل غيث على القاع سال، يسقي ديارا من الجد اصبحت ممحله، فيها التواضع كريم الطبع وافي الخصال، ما يوم قالوا تمدح في جميل افعله، من الكرم تستوي يمناه هي والشمال، والضيف يلقى الشحم وذلاله مهيله، يجمل له وقفة في هالذرة والظلال، ما يحسب حسام معروفه ولا يرد له، اي والله انه على الناموس درب الفعال، يحفظ من القاف محبوك الشعر واجزله، في مجلس تستوي اصناف البشر والرجال، يقدم الفال للشيخان يوم اقبله، سلت رفيقه يعديها بستر الخمال، يكسب بها ود ربعه والوفاء وصله، يا ابو سعود ابشر وعلمك بروس الطوال، اعوذك بالفلق والناس والبسمله، من شر حاسد وحاقد واهل قيل وقال، والنظرة اللي تبيد الوافي وتقتله، واللي يعاديك جعله للفنا والزوال، تبقى عزيزا وربي بالردى يخذله،
من لابة سعد من همله عمام وخوال صفال شملان هالفزعة وهالمرجلة إلى أقبل ومثل جيش محترف في القتال كم كعب من عقب مغزاهم تصير أرملة وإن جاء نهار المواقف مثل صم الجبال كل على مرقب العليا يسوق أجملة محدل يا جات حزات النشايب يمال إن كان فزعة فزع وإن كان حبل أحملة ولا السري يكسبون المدح الأول وتال وإن قام منهم صبية فلزوا مزهلة من عاد بقعة بالصبية والنزال النزال وإن قام منهم صبية فلزوا مزهلة والله العظيم إن علي حرام والله إنه طلاقنا ما يجيني طلاقنا ما يجيني طلاقنا ما يجيني رجال يأخذ على مدح المطاليق مقابلا الله يخرس لسانه إلى أقبله مثل جيش محترف في القتال كم كعب من عقب مغزاهم تصير أرملة وإن جاء نهار المواقف مثل صم الجبال كل على مرقب العليا يسوق أجملة محدل يا زاد حجات النشايب يمال إن كان فزع فزع وإن كان حمل أحملة وإن السري يكسبون المدح الأول وتال وإن قام منهم صبية فلزوا مزهلة من عاد بقعة صبية والنزال النزال تاريخهم في الجزيرة ما حد يجهلة سنحان ذخر لنا في النايبات الثقال السيوف عز على القابل عدى مسللة مقارع الحق رحم يلغى والجدال الشيوخ عز على الناموس والقبيلة فيهم شجاعة وفيهم طبع طيب وصمال من مدة الجهل من مدة الجهل تلقاهم هلا الأولة الله يديم الستر والله يديم الرجال أهل الوفا والكرم والطيب والطايلة الكف والله رفيقي لو هو من الشمال أرفع عقالي لطاري القرم وأميلة أحب طاريه وأفخربه وهو رأس مال راع الوفا من شعر رأسه إذا تحت أرجلة أختام ما قلت صلوا عد مزن الخيال على نبي الله الأصفات Yes, sir.
قلبنا سمحه بحاول في العرب نولع النار يا شبابها قلبنا سمحه بحاول في العرب نولع النار يا شبابها قلبنا سمحه بحاول في العرب نولع النار يا شبابها قلبنا سمحه قدامك الصبح والسيف الحدب قول النار يا شبابها قدامك الصبح والسيف الحدب قول النار يا شبابها قدامك الصبح والسيف الحدب قول النار يا شبابها قدامك قول النار يا شبابها قدامك الصبح والسيف الحدب قول النار يا شبابها قدامك الصبح والسيف الحدب قول النار يا شبابها قدامك الصبح والسيف الحدب قول النار يا شبابها نمهي لي قول النار يا شبابها قدامك الصبح والسيف الحدب 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 قول النار يا شبابها قول النار يا شبابها قول النار يا شبابها قول النار يا سيد الدوله قول النار يا شبابها قول النار يا سيد الدوله قول النار يا شبابها قول النار يا شبابها والله الاهل شاعر يصرف ذهب قم ولع النار يا شباب هذا احسب شاعر
اللي يصف لها بقوة اللي عن دار يا شبابها يا شباب.
والمرحمه من وراها والحب من العدار يا شبابها على اجعل الشاعر يعود وراكم والعدار يا شبابها على اجعل الشاعر يعود وراكم والعدار يا شبابها على اجعل الشاعر يعود وراكم والعدار يا شبابها ونجعل الشاعر يعود وراكم والنار يا شبابها ونجعل الشاعر يعود وراكم والنار يا شبابها ونجعل الشاعر يعود وراكم والنار يا شبابها يا سجل كنت غني وزهمكم والنار يا شبابها Come on now.